أهلا مرحبا، معك نغم من وزارة الصحة، تفضل كيف في يساعدك؟ أوكي، عم يصير في عندك أي عوارض تانية؟ مثل سعلة، مثل ضيق تنفس، مثل صعوبة بالبلع؟ أوكي، قد إيه هدول العوارض عم بضلن موجودين؟ الكول سنتر بلش ب 21 شباط 2020 مع التعاون بين الوزاره والمنظمه الصحه العالميه، ولكن بدءا من شي اسبوعين صار في تعاون مع منظمه الشؤون اللاجئين ومؤسسه التعامل تنطور هالكول سنتر ويستوعب اكثر عددا من الاتصالات الهاتفيه. نحن عباره عن كول سنتر بيتالف من اوبريتورز بيستقبلوا اتصالات 24 على 24. هيدا الكول سنتر هو تم انشاؤه اكيد بالتعاون بين مثل ما قلنا برنامج الترصد الوبائي من وزاره الصحه ومفوضيه الساميه لشؤون اللاجئين، واكيد نحن بالاشتراك مع مؤسسه عامل الدوليه. عندنا عده انواع من الاتصالات، عندنا اتصالات عن حالات مشتبهه وهون نحن بنحولهم على مستشفى الحريري، عن اتصالات لطلب المعلومات عن الفيروس، عن اتصالات لانه في عندهم قلق عن الفيروس، فهون نحن بنوجههم كيف يتعاملوا مع المعلومات الخاصه بفيروس الكوفيد. الاوبريتورز اللي بيشتغلوا بالكول سنتر هن عباره عن ممرضين، كثير هذا الدور انه يكونوا كواليفايد هن ممرضين، لانه هن ناس عندهم القدره انه يجاوبوا على هالاسئله وفق معايير علميه لحتى يقدروا يطمنوا المتصل ويعطوا الأجوبة المناسبة حسب الكونسيبت. وهلا رح خبركم نصايح لحتى نمنع انتشار فيروس كورونا. نحافظ على مسافة آمنة بيننا وبين غيرنا، نعتمد آداب السعال والعطس، نغسل إيدينا قد ما فينا، ونضلنا بالبيت وما نختلط مع حدا ابدا، واذا عزتوا اي شيء او حسيتوا باي عوارض نحن جاهزين لحتى نساعدكم 24 على 24، واتصلوا فينا امتى ما بدكم.